السيسي يوجه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة. ترامب يوقع قراراً يحظر على الأمريكيين بموجبه التعامل مع الشركة المالكة لتطبيق تيك توك. أستراليا تعلن استمرار إغلاق حدودها لعدة أشهر بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا. الحادية عشر صباحاً، التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك واحمي بلدك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق أعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وتحقيق التناغم بين كافة القطاعات الحكومية فيما يخص موضوع التحول الرقمي للدولة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات عمرو طلعت ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لواء أركان حرب إيهاب الفار. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للبنية التكنولوجية لرقمنة أجهزة الدولة وجهود رفع كفاءة الموارد البشرية في هذا السياق، وكذلك المشروعات المستهدفة من قبل مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي مايك بومبيو لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ بأن شكري عرض موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية وجهود دعم مسار التسوية السلمية من خلال إعلان القاهرة ضمن إطار مخرجات مسار برلين. كما استعرض شكري آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة، وكذلك تناول الاتصال القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وسيكون التصويت عبر البريد فقط، حيث ستتم إتاحة بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت يومي الأحد والاثنين المقبلين في الساعة 9 صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث سيتمكن كل ناخب مسجل من طباعة أوراق الاقتراع ثم يقوم بالتأشير على بطاقتي التصويت حسب رغبته ويضعهما داخل مظروف لا يدون عليه أي بيانات من الخارج، ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصورا ضوئية من إثبات الشخصية متضمنا الرقم القومي ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل. يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت السبت في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط الآلاف بين قتلى وجرحى وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلها. تهدف هذه الزيارة لحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حالياً والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحظر على جميع المواطنين الأمريكيين إجراء معاملات مع شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك ومقرها الصين بدءاً من 20 سبتمبر القادم. وجاء في الأمر التنفيذي أن التطبيق الخاص بمقاطع الفيديو يعد تهديداً للأمن القومي الأمريكي، حيث يسمح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية وممتلكات الأمريكيين. يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه شركة مايكروسوفت
لشراء التطبيق، وحددت جدولا زمنيا مدته 45 يوما للصفقة. سجل أكثر من 19 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم، بينها مليون حالة خلال 4 أيام حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس بريس. وبحسب الإحصاء فقد وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 712 ألفا، وجاءت الولايات المتحدة والبرازيل كأكثر البلاد تضررا من فيروس كورونا. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون أن بلاده ستواصل إغلاق حدودها أمام الزائرين القادمين من الخارج لبضعة أشهر على الأقل، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي حديثه إلى المراسلين في كامبيرا بعد اجتماع مجلس الوزراء الوطني، قال رئيس الوزراء إن الحكومة المركزية أنفقت أكثر من 210 مليارات دولار أمريكي على الإجراءات المالية لمواجهة تأثيرات الجائحة الاقتصادية، مضيفا أن مخطط دعم الأجور في استراليا الذي من المقرر أن يستمر حتى مارس القادم سيتكلف أكثر من 45 مليار دولار. في ختام الموجز نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11.75 رأسي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.